البوكس وقلنا ان هي عباره عن يورو سايكاتري هالوسينيشنز لو حصلت لأي مريض باتك ده معناه على طول الكفاكس إنك تبوكسي مريض داخل في غيبوبة الكفاكس. إيه بقى الكفاكس؟ ببساطة إن إحنا لما بناكل البروتين البروتين يا شباب يتحول إلى توكسيك ميتابولايتس. بروتين إيه؟ هو شغال بس يعني إيه؟ ما شكله هوا بس وده مش شغال يا ولاد. طب واللي ورا ده؟ اللي ورا شغال؟ ها؟ البروتين اللي احنا بناكله بيتحول في الانتستين الى توكسيك ميتابولايتس. يعني الاكل اللي بناكله اهو في الانتستين بيتحول الى توكسيك ميتابولايتس. البكتيريا فلورا بتشتغل عليه بتخليه كله عباره عن توكسيك. التوكسينز دي هتروح فين؟ هتروح رايحه من الانتستين الى البورتال فين. البورتال فين هيودي التوكسين الى الليفر. لما البورتال فين يودي التوكسين الى الليفر يبقى النتيجة ان الليفر هيعمل لها دي توكسيكيشن. يبقى احنا كلنا اللحمة اتحولت لتوكسين ميتابولايتس في الانتستين. التوكسيك ميتابولايت في الانتستين هتبتدي تروح الى الليفر. الليفر هيعمل لها دي توكسيكيشن. طب ايه بقى المشكله هنا؟ ايه المشكله هنا؟ الميكانيزم. المشكله ان الليفر فيه فيلير. يبقى الليفر مش هيقدر يتعامل مع هذه التوكسينز. دي اول حاجه. يبقى الليفر ديزيز. نمرة اتنين الليفر باي باست ايه يا دكتور؟ خلي بالك ان في مشكله ان البورتال فين مليان ميتابولايتس عايزه تروح لمين؟ للليفر. في جزء منها مش هيروح للليفر هيعمل باي باس للليفر عن طريق البورتو سيستميك شانتس. يبقى هنا المشكله الاولى احنا جالنا البروتينات تحولت الى توكسينز راحت الى الليفر لقت الليفر تعبان. في بعض توكسين هتسكيب من الليفر وهتروح الى البوردل من البوردل سيركوليشن الى السيستميك سيركوليشن عن طريق البورتو سيستميك شارت. يبقى الليفر نمبر 1 ديزيز نمبر 2 باي باس. وبالتالي
أي بروتينات هياكلها هتتحول إلى توكسين وهتروح إلى السيركيوليشن. دي هنا النقطة. هنيجي بقى هنشوف، هتلاقي العيان إيه الميكانيزم بقى أو إيه التوكسينز اللي بتعمل هيباتيك انتفالوباسي أو التوكسين أمونيا أو التوكسين أمونيا. الأمونيا اللي هو الـ NHC. الأمونيا خلي بالك دي من التوكسينز اللي بتتكون جوه الانتستين وتروح للليفر، بتلاقي الليفر مش عارف يتعامل معاها. طب التوكسين ده الأمونيا خلي بالك هتعمل إيه؟ هتعلم على كلمة إن هي بتستير الكريبس سايكل في البرين، أو يعني هي بتتدخل في الكريبس سايكل. عشان كده يعني بالبلدي كده أقدر أقول لك بالبلدي إنه الأمونيا بتعمل إيه؟ بتخلي البرين لا يستفيد من الجلوكوز. يعني كانه انا عندي هايبوغلايسيميا بالظبط. عشان كده المريض هنا على فكره الامونيا دي من الحاجات اللي بتخلي المريض فيري افيتد، بتخلي المريض فيري افيتد. عشان كده المريض ده بيبقى هيتجنن. ما هو برضه خلي بالكم الهايبوغلايسيميا بتخلي المريض افيتد، يعني عشان بس تبقى حاجه شبه. نمره اثنين، في ماده احنا خدناها اسمها ميركابتنز. المادة الميركابتن دي مهمة جدا. طب الميركابتن دي بتعمل ايه بقى؟ هي برضو CNS inhibition. طب دي كمان مادة اللي هي مهمة قوي اسمها الجابا. الجابا طبعا احنا نفتكرها من زمان كده، دي مادة اسمها الجابا اماين فيبريك. الجابا دي هي تعتبر برضو CNS inhibitor. هيبقى واحدة فيهم ميكانيزم مهمة. ايه الميكانيزم المهمة دي بقى؟ هي حاجة اسمها فولس نيورو ترانسميتر. ايه بقى الفولس نيورو ترانسميتر دي يا شباب؟ اللي هي عبارة عن لما الليفر بيبوظ بيبتدي يحصل ديستربنس في حاجتين، دي لازم تقولها بالظبط كده. الاروماتيك امينو اسيد، احنا خدنا زمان امينو اسيد في البايو قالوا لنا في اروماتيك امينو اسيد وبرانش امينو اسيد، فبيقولوا ايه هنا؟ الاروماتيك امينو اسيد بتزيد والبرانش امينو اسيد بتقل. يبقى هنا في الليفر سيلفيليار القدرة بتاعت الجسم اللي هي تخلى اروماتيك امينو اسيد بتاعنا. طبعا هتقولي طب ازاي؟ مالكش دعوه، مالكش دعوه، مالكش دعوه، يعني دي قصه مش بتاعتنا. انا عندي توكسينز، توكسينز مأثره على الميتابولايتس بتاعتنا كلنا والميتابوليتس، فبنلاقي ان الامينو اسيدز الاروماتيك بتاعنا البرانش الامينو اسيد بتقل. طب دلوقتي الاروماتيك امينو اسيد اللي هي زي مين؟ زي لو تفتكروا الفينايل الانين مثلا، وفي كان برانش امينو اسيد زي ميوسين ايزوليوسين فالين. فبيقولوا هذه الديستربنس خلي بالك، طبعا المفروض الامينو اسيدز دي بقى بتوصل للبرين. الامينو اسيدز مش مظبوطه، يبقى ايه النتيجه؟ يبقى ايه النتيجه؟ هتلاقي في فولس نيورو ترانسميتر هتبتدي تتكون في المخ. زي ايه مثلا؟ هتلاقي النور ادرينالين، هتلاقي النور ادرينالين اللي هو الطبيعي ما بقاش بيتخلى. وهتلاقي في ماده اسمها اوكتوبامين هي اللي هتتخلى بكثره. الاوكتوبامين ده هو شبه الدوبامين، خلي بالك شبه الدوبامين، يعني كانه هيعمل كومبتيتيف انهبيشن، او يعني هيبقى
كومبيتيتور يعني كومبيتيتور انهيبيشن للدوبامين. يبقى انا عندي هنا الاروماتيك امينو اسيد زائد برانش الامينو اسيد امين لازم كده الكلام ده اهو. هذا يؤدي الى قله النور ادرينالين في البرين وزياده في ماده غريبه اسمها اوكتوبامين بتحل محل الدوبامين في البرين. كل دي نظريات هم حاطينها عشان تعرف ايه المشكله. طبعا دي مثلا ممكن يجي يقول لك مثلا في الاسئله ما هي توكسيك ميتابولايتس اوف هيباتيك انتوبالوبس. طب السؤال بقى خلي بالك احنا بناخد انهي نوع من الهيباتيك انتوبالوبس؟ معلش لو جبت الصفحه اللي فاتت هتلاقي ان الهيباتيك انتوبالوبس هم في الواقع لا يا جماعه معلش هتلاقي الهيباتيك انتوبالوبس في الواقع هم ثلاث انواع فطبعا ثلاث انواع هتبقى عباره عن ايه؟ اللي هو واحد اكيوت هيباتيك انفلوباسي دي لسه هنقولها، اثنين هي اللي احنا بندرسها دلوقتي، الثانيه هي اللي احنا بندرسها دلوقتي. اللي احنا بندرسها دلوقتي واخد بالك انت ازاي كده اهو، اللي احنا بندرسها دلوقتي اللي هي ايه؟ ليفر سيروسيس، والعيان زي ما تقول يعني الحال مش قوي، وبعدين حصل له اجريفيتنج فاكتور او بريسيبيتنج فاكتور فراح مدخله في الهيباتيك انفلوبس. واخد بالك انت ازاي؟ تعالى بقى نشوف ما هي البريسيبيتنج فاكتور اوف هيباتيك انفلوبس. هتلاقي نمره واحد جي اي تي بي. طب ليه بقى؟ خلي بالك ليه بقى الجي اي تي بليدنج بتعمل كده؟ ليه الجي اي تي بليدنج يا اولاد بتعمل كده؟ خلي بالك انا دلوقتي لما انا يحصل لي فور اكزامبل رابتشر، طبعا الجي اي تي بليدنج هنا هتبقى غالبا ايه؟ رابتشر فريسس. ايه رايك لو انا حصل لي رابتشر فريسس هيحصل ايه؟ نمبر 1 في دم هينزل مني على الارض مش كده؟ ضغطي وطي الهيباتيك بريفيوجن قل، ادي حاجه فدي انسر. ثانيه دي مهمه قوي لما انا بيحصل لي هيماتيميسيس في جزء كبير من الدم انا ببلعه فالدم ده كانه وجبه ان انا اكلت دلوقتي مثلا كيلو 2 كيلو لحمه مثلا فالدم ده بروتين هينزل في الانتستين هيروح على البولون هتشتغل عليه البكتيريا فلورا فتروح مطلعه كل الميتابولايتس. اكتب جنب رابتشر فريسس او جي اي تي بليدنج اكتب عليه يعني بصراحه رابتشر فريسس بالذات اكتب عليه الضربه القاضيه بس هي ما تخافش بس في اللفظ يعني عشان ما تجيش تقول ايه ده انا قريبي عنده الموضوع ده وبتاع بس دي فعلا ضربه ابيض. بص تلاقي المريض يقول لك هو كان كويس يا دكتور مره واحده راح لسافر اغلاله وجرينا بيه على المستشفى قالوا ده في دوالي في المري هي اللي فرقعت ومن ساعتها وهو في غيبوبه. ليفر ترفيوجن قل التوكسيك ميتابولايتس زادت لان الدم كان بمثابه وجبه كامله. كده في بقى حاجات ثانيه زي ايه يا اولاد؟ الدايوريتكس. خلي بالك من حته الايه؟ الدايوريتكس. الدايوريتكس اللي هي ايه؟ يعني مثلا اللازكس والادويه دي كلها هتعرفوا ان شاء الله في لفظ كده يعني احنا نفتكره افتكروه كده كانوا دايما يقولوا لنا ايه في لفظ اسمه هايبوكاليميك الكالوزيس مش في لفظ كده في العلم ولا اول مره تسمعوه؟ لا يعني في الفارما كانوا دايما يقولوا لنا ايه اللازكس والسايازايد ان اكسس بتعمل هايبوكاليميا والهايبوكاليميا بتعمل الكالوزيس.
الكالوزس وهنتكلم عنها بالتفصيل. دي اسمها هايبوكاليميك الكالوزس. الحركة دي بتدخلني في البادك الكالوزس. هتقول لي ازاي؟ هقول لك نص الكلام وسيب النص الثاني فين؟ في الاسيد بيس بالانس. هتلاقي يقول لك ايه يا دكتور؟ بيقولوا انه خلي بالك، بيقولوا انه لما بيحصل هايبوكاليميا الحركة دي بتعمل الكالوزس. ده الكلام ده في الاسيد بيز، بس بقول لك هذه الحركة بتعمل مشكلتين، بتعمل اكسسيف يوريا برودكشن، بتعمل امونيا برودكشن، واكسسيف ديفيوجن للامونيا الى البرين. يعني الثاني الهايبوكاليميك الكالوزس، الحركة دي بتخلي الامونيا برودكشن بيزيد. الامونيا برودكشن بيزيد، بس عارف بيزيد منين؟ بيزيد منين؟ بيزيد في الكدني، لان احد الاورجنز اللي بتخلي الامونيا تبقى بروديوس هي الكدني. وهنعرف ان شاء الله هذه القصه. وكمان مش الامونيا برودكشن بيزيد بس، لا ده كمان الامونيا ديفيوجن الى البرين بيزيد قوي مع الالكالوزس. يبقى هنا العيان هيخش في انفلوز. طب هو ليه بياخد دايوريتك؟ ليه بياخد دايوريتك؟ ها؟ ليه؟ بياخد دايوريتك ليه؟ عشان عنده اسايس. يبقى هنا لازم نكتب هذا اللفظ، تستخدم الدايوريتك يا حصل. يعني العيان، خلي بالك يا اولاد، العيانين دول ليهم نظام. العيانين دول ليهم نظام. ايه النظام؟ النظام ان هم عندهم اسايتس. فالعيان نظامه ايه؟ في اخوخه عايز الاسايتس تروح. انا بص يا دكتور، ولا تقول لي بقى سيروزز ولا تشايلد ايه ولا بي، انا مال، انا متضايق من الاسايتس، بقى تحل لي المشكله. الله، انا مشكلتي هي بطن دي، مش عارف البس البنطلون يا دكتور، اعمل لك كده. طب انا هعمل ايه دلوقتي انا كمان؟ فتلاقي الدكتور بقى ايه؟ يسخن. خلي بالك، مش عايز العيان يسخنك. يبقى انت ايه؟ دكتور ما عندكش لا مؤاخذه شخصيه زي ما بيقولوا. فاهم انت ازاي؟ ما تخليش العيان واهل العيان، طب اديني يا دكتور حل، طب ايه يا عم؟ هي مش عارفه ايه؟ مش عاجبك؟ اتوكل على الله، غور يا اخي. حلو دي والله. ففي دكتور بقى بينفعل، يروح مديله، يروح منيمه. وبعدين في كمان مشكلة تانية، لو أنت اديت للعيان دايوريتك، خلي بالك، وأنت مش منبه عليه، هو خد الدايوريتك، فالراجل لقى رجله فشل، ولقى بطنه اتحسنت، فانبسط بالدواء. العيان بقى إيه؟ يقول لك إيه؟ باخد شوية كمان. وبعدين ما يروحش للدكتور، حلو قوي الدواء ده، ويفضل يشتغل فتره تقول له خلي بالك الدواء ده انا كاتبه بس فيه كذا كذا كذا. لان العيان بتاعنا العيان المصري هو بيمشي بدماغه. بيمشي من عندك ويتصرف هو. خلي بالك يا دكتور. طيب في كمان نعم؟ ليه الامونيا بتزيد؟ يا عم الحاج ما قلت لك بعدين. ليش بتزيد الامونيا؟ الله ما احنا قلنا خلاص بقى العلم في حدود في حاجات معينة يا دكتور، محدش هيسألك ليه؟ إن شاء الله في الأسيد بيز لما نعرف الأمونيا بتتخلق إزاي هقول لك ليه بتزيد. خلاص يا دكتور؟ مش هتلاقي في كتاب كاتبها لك أصلاً. مش هتلاقي في كتاب كاتب ليه بتزيد الأمونيا برودكشن، بس أنا هقولها لك بس في الأسيد بيز. بس وأنا بتكلم. نيجي بعد كده يا دكتور نخش في حاجة تانية مهمة جداً، اللي هي ايه؟ الاسبيريشن اوف اسايتس، او اسمها تابنج اوف اسايتس. يعني ايه تابنج؟ يعني اسبيريشن، او قول تابنج. تابنج اللي هي البزل. البزل. طبعا العيان برضو هو اللي عمال يشد معانا. أرجوك يا دكتور فضي بطني. واخد بالك أنت إزاي؟ وطبعاً روح أنت اعمل له بزل جامد، لما تعمل له بزل جامد هبص للعيان يخش برضه في الباديك
اقول لك برضو ليه الى حد ما. دلوقتي هي الاسايتس دي الفلويد دي جايه منين؟ جايه من البلازما. رحت انا ماسك الاسيتيك فلويد دي رحت انا شايلها من بطنه ورميتها، ايه اللي هيحصل؟ هيحصل ايه؟ هتري اكيوميوليت كمان مره. ليه؟ لان السبب انت ما صلحتوش. الراجل عنده هايبو البومينيميا اصلا وعنده بورتال هايبرتنشن، رحت انت شايل الاسيتيك فلويد ورميه، هتروح الاسايس تتجمع تاني منين؟ من البلازما. والراجل عمال ياكل وعمال يشرب وعمال ياخد في دايوريتكس وانت عمال تشيل الاسيتيك فلويد وترمي وترجع تتكون تاني من البلازما، انت لخبطت له الدنيا. فعملت له حاجه اسمها ايه؟ الكترولايت ديستنس. وخلي بالك البذل المتكرر، هناخد الكلام ده في الاسايتس، البذل المتكرر ده بيعمل الكترولايت ديستربنس ويخلي المريض كمان ضغطه يوطى، لانك انت شلت الاسيتيك فلويد ورميتها راحت متجمعه تاني. طب اتجمعت منين؟ من البلازما. يبقى برضه انا بقيت هايبوتنسيف الهيباتيك بريفيوجن الليتامي. يبقى انت عشان كده اقول لك ده هو عملوا له باسل يا دكتور والراجل راح فيها. يبقى الباسل برضه نقول الباسل بشروط. اكتب هذه الجمله اللي قلتها عشان انت تسال في ذلك في الامتحان. هقول لك تبذله ازاي عشان ما تعملوش انكفالوباسي ولا هو باسل والسلام. هنشوف بقى ازاي الاسايتس. شوف ازاي في الاسايتس. طيب تعالى تاني، اي انفكشن ممكن تدخله في هيباتيك انكفالوباسي. العيان بيبقى ملصق. بص امساك، الامساك مش كويس قوي لان الكولون ده يا ولاد بتاع المريض ده اهو لازم دايما يبقى درينج، لازم درينج لاستمرار القولون. ما ينفعش ان الراجل ده اللي عنده امساك. فالكونستبيشن ممنوع لان اس الفساد هي البروتينات المحتجزه في الكولون وتعمل عليها الايه؟ البكتيريا دورا. برضو كمان في بقى كلمه مهمه جدا تحت اللي هي يا دكتور سبونتينيوس بكتيريال بريدونايتس. ايه هي السبونتينيوس بكتيريال بريدونايتس؟ بص يا دكتور، هو المريض عنده اسايتس، ده ليفر سيروز وعنده اسايتس. ساعات بيحصل عشان وجود ميه في بطنه والعيان اميونو كومبرومايز هو الليفر سيروز ده اهو. بتبص تلاقي يحصل سكندري انفكشن في البريتونيه ويسموها سبونتينيوس بكتيريال بريتونايتس. ليه سموها سبونتينيوس؟ لانك انت نسال سؤال، واحد عنده اسايتس دلوقتي يا شباب، واحد عنده اسايتس ازاي ان انا اعمل له بريتونايتس؟ ممكن انا اعمل له بريتونايتس انديوزد مني ان انا وانا ببذله دخلت له انفكشن. لا الراجل ده ما حدش جه جنبه، سبونتينيوسلي جاله بريتونايتس. ده موضوع احنا لسه هناخده جاي ورا. يعني ايه سبونتينيوس بكتيريال بريتونايتس؟ الحركه دي يا شباب على طول تروح مدخلها في هيباتيك انكفالوباسي. خلاص كده يا دكتور؟ خلي بالك فاحنا هنكتب هنا دي بروكلين، هقولها لك اختصار. اكتب patient with liver cirrhosis with ascites develop fever. اول ما تسمع الكلمه دي تقول له بس patient with liver cirrhosis وأسايتس، patient with liver cirrhosis وأسايتس develop fever. develop ده ايه؟ fever. وبعدين نقط يعني شوية كلام كده، حصل deterioration في الليفل اوف كونشس. ادي بروبلم deterioration في الليفل اوف كونشس،
يعني واضح ان الراجل ده ايه حصل له. هنا هيقول لك تشخيصك ايه؟ هتقول له دي شكلها هيباتيك انكيفالوباسي، شكلها كده هيباتيك انكيفالوباسي. فهيقول لك طب ايه البريسيبيتيتنج فاكتور اللي حصل؟ هو الراجل بيدي لك ايه؟ فيفر. فيفر يعني ايه؟ انفكشن. فانت تقول له انفكشن، ما هتقول عندك انفكشن عادي اي انفكشن، بس طالما قال لك اسايتس وما قلتش سبونتينيوس بكتيريا بريتونايتس ما ينفعش. يبقى انت لازم تبقى حافظ كده اللي عنده ليفر سيروسز وبطنه فيها ميه وسخن، خلي بالك لان دي ممكن تبقى سبونتينيوس بكتيريا بريتونايتس، ودي تعتبر مصيبه سوداء ما ينفعش انا ابقى مش واخد بالي منها، لان ده لوحده موضوع، دي لوحدها كده باراجراف كده سؤال واحد. في بقى حاجات تانية كده، كان لحمة كتير، الكلام بقى انتوا عارفينه ده، ما انا لو كلت لحوم كتير ممكن يجي لي بس في ناس كده يعني ازاي؟ فشايفين البريسيبيتيتنج فاكتور دي غاية في الأهمية. خد بقى دواء هيباتوتوكسيك نفس القصة. طب هنا انتوا ملاحظين الهيباتيك انكيفالوباس احنا وصفناه ازاي المرة اللي فاتت؟ وصفناه ازاي المرة دي؟ وصفناه نوع واحد وعي متدهور وعنده حالة واكسايتد وعمال يخبط ويرزع ونورمال بيهيفير، وقلنا هو شبه اللي شارب خمر، عشان كده مكتوب لك تحت differential diagnosis of hepatic encephalopathy. وخلي بالك الكلمة hepatic encephalopathy هي اشتهرت بايه؟ ان هو العيان عنده deterioration في الليفل اوف كونشس بس اكسايتد، خلي بالك زي سكران. فايه عندك بقى الديفرنشال؟ واحد الهيباتيك انكيفالوباسي، كمان اوعى تنسى دي بقى هايبوجلايسيميا الهايبوكسيا. لو واحد ده له هايبوكسيا ده بتلاقيه عارف عامل زي ايه، بيبقى زي بالظبط طبعا يعني بتشوفه المنظر ده، يعني طبعا بيبقى منظر صعب شويه اللي هو الواحد بيشوف كده الخروف هو بيتذبح، ما بيحصل له ايه؟ سيريبرال هايبوكسيا، ان هو بيقطع الكاروتيد، فتلاقي الخروف اللي هو يتنطط كده. ما هو تلاقي العيان برضه لما يجي له هايبوكسيا البني ادم وصل للوعي المتدهور وعمال يرفص. دي نقطه مهمه جدا. وفي حاجه اسمها سب يورال هيماتوما، خلي بالك من الكلمه دي يا دكتور، سب يورال هيماتوما. سب يورال هيماتوما دي دي بطنة براحة، الضغط براحة، ودي لوحدها بروبلم عشان تبقى عارف. يجي يقول لك هو ايه الحجالة؟ ده صب يورال هيماتوما، ايه الديفرنشال؟ كل دي ديفرنشال دايجنوزز. وهو يبقى انا ممكن هنا احط سؤال جميل قوي تحت المربع، ايه رايك؟ ديفرنشال دايجنوزز اوف اريتابول كوما. ده لفظ مهم قوي. الريدابل كوما يعني ايه الريدابل كوما؟ يعني الراجل في الكوما، بس كده اصل الكوما دي درجات، الكوما سكورز، بس هو نايم تحسه اكسايتد عمال يرفص وعمال يعمل كده، في ايه؟ هو ماله الريدابل كده؟ اول حاجه بتيجي في نافوخنا اول حاجه هيباتيك انكيفالوباسي. بس مين اهم واحده في دول لازم ابقى انا اوري بيها؟ هايبوجلايسيميا. لان الهايبوجلايسيميا هنا لو انا مش واخد بالي، بص يا دكتور هي قاعده احنا خدناها زمان، اي مريض عنده كوما او وعي متدهور قبل ما تتكلم تديله جلوكوز، مظبوط؟ بس دي قاعده احنا عارفينها في الطب، اول ما تخش جلوكوز حاجه وبعدين تشوف المشكله ايه. طب لو كان هو عنده هايبرجلايسيميا يعني دلوقتي ده ولا حاجه، ان شاء الله يكون السكر 1000 اديله يبقى 2000، مفيش مشكله. هذه الجزئيه هامه. تعالى بقى يا دكتور نشوف العلاج. علاج الهيباتيك انكيفالوباسي لوحده سؤال، هو لوحده سؤال ريتن
طبعا هيباتيك انكيفالوباسي مش عارف احنا قلنا عليها بروبلم ولا لا بالعنوان دي، بس انا يعني ممكن تيجي السنه دي كده الامتحان جاي اهو عادي خالص. الموضوع مهم. اول كلمه في علاج الهيباتيك انكيفالوباسي يا اولاد ان انا اعمل ايه؟ اصلح البريسيبيتيت انفكشن. انفكشن اعالجها نزيف اوقفه انصره. اثنين، الحاجه الثانيه عايز اقلل البروتين. اقلل البروتين يعني البروتين يبقى حوالي 1 جرام بير كي جي فردين. طيب، او ممكن اوصله بصراحه الافضل 0.6 جرام بير كي جي. على فكره الارقام دي هامه، يعني يقول لك تعمل بروتين ريستريكشن كام يعني؟ هتقول لي طب ايه رايك لو انا قلت لك 0.6 هو هي البروتين اللي مكتوب ده معناه ايه؟ معناه ايه؟ يعني ايه بس؟ يعني دلوقتي انت وزنك 100 كيلو عشان تبقى 100 كيلو هديك انا 0.6 يبقى تاخد كام جرام؟ 60 جرام. هتقول له ايه بقى؟ 60 جرام ياخد 60 جرام ايه؟ بروتين اللي هو ايه؟ لحمة. هي اللحمة 60 جرام، فيها 60 جرام بروتين. ولا حمراء ولا صفراء. عشان تبقوا عارفين بقى الكلام ده، ما هو الناس بقى مش فاهمة الكلام ده. اللحمة والفراخ وكل القصة دي كلها فاهم ازاي؟ فيها 30% بروتين. عشان تبقى يعني انا النهاردة لما اجي اقول لك انا عايز اديك 50 جرام بروتين خلاص يبقى اديك 150 جرام لحمه. كلمات سياده. الكلام ده هتقوله بقى اكتر في مين؟ في الناس اللي هم كرونيك كيدني ديزيز. هو الراجل يقول لك هتقول له ايه؟ يلاقيك مش واخد بالك. لا، ده انت كده هتعمل له مال نيوتريشن. يعني انت عايز تدي للراجل في اليوم حته لحمه 50 جرام. دي ايه دي بقى ان شاء الله؟ يعني خدها فين دي؟ سب لينجوال؟ لا، الراجل اتمقت. اتمقت الراجل، خلي بالك. هقول لكم تفاصيل الموضوع في الكلى. خلي بالك زيادتك. طب نيجي بعد كده يا دكتور بالنسبه للهجوم والكلام ده كله، نخش بقى على البكتيريا فلورا، لان البكتيريا فلورا دي اللي عامله العامله السوداء. هي اللي شغاله على البروتين، بتطلع عين البروتين الميتابولايتس. خلاص كده؟ يبقى انا لازم اموت البكتيريا الفلورا. في دواء واخد بالك ازاي اللي هو جي اي في انتي سيبتيك اسمه ريفيكسانين. الدواء ده اسمه ايه بقى في السوق؟ معلش اكتب اسمه في السوق لاحسن دواء مشهور قوي دلوقتي. اسمه ايه؟ اسمه جاسترو بايوتيك. اسمه حلو، جاسترو بايوتيك. ده جي اي تي انتيسبتيك. ايه مسته يا ولد؟ ان هو مش ابسورب. ان هو مش ابسورب من الانتستين. انا مش عايز يبقى ابسورب، انا عايز يقعد في الانتستين لوكالي. جي اي تي انتيسبتيك. الجاستروبايوتيك ده رائع عشان تبقى عارف. بنديه كتير للعيانين لو حد عنده كولايتس ولا عنده انفكشن، نقول له خد جاستروبايوتيك بينظف الامعاء كده يلا عشان تبقى عارفين. في دواء تاني حلو برضه، فلاجين. حوالي 250 مللي جرام كل 6 ساعات. مكتوب عندك مين بقى كمان؟ خلي بالك من دي عشان لو قلتها هيبقى شكلك مش حلو. نيومايسين. نيومايسين ضد خلاص بطلناها. ليه؟ لان النيومايسين هو النيومايسين ده ايه؟ امينو جلايكوسايد. امينو جلايكوسايد. خلي بالك النيومايسين ده امينو جلايكوسايد بس هو ابسوربت شويه من الانتستين. بورلي ابسوربت بس ابسوربت. طب الكلى
اضمنها ايه في مريض الكبد. يعني انا قلت ايه يا شباب، قلت ان الهيباتيك توكسين بتاثر على الكلى، وهنقول لكم لفظ وحش كده اسمه هيباتورينال فيليير، يعني الليبر سيل فيليير يعني الرينال فيليير. طب انا اديله بقى كمان امين وجلايكوسايد يبوظ الكلى؟ لا ما ينفعش. فاحنا الحكايه ده اهي خلاص، بس احنا كاتبينها برضه لان ما زال ده في ناس لسه بتكتب لا يا دكتور حرام عليك مش ناقصين، ما في غيره واحسن منه. يبقى دي ايه؟ طب انا ليه اديت الادويه دي؟ عشان اموت البكتيريا فلورا. ليه؟ عشان ما تشتغلش على البروتين وتطلع لي ايه؟ الميتابولايتس وجع المني. نيجي بقى لحاجه مهمه قوي، ده اسمه ايه؟ لاكتيلوز. اللاكتيلوز ده بيتقال في كل البيوت. شفتوا اللاكتيلوز؟ لاكتيلوز. ايه؟ يعني امساك. هو دواء شرب بتاع امساك بيعيبه طعمه مسكر جدا، فتلاقي العيان دايم طعمه يا دكتور مسكر قوي. العيانين بقى طيباتك هيقولوا لك عليه معلومه، ازاي يا دكتور تكتب لي دواء مسكر؟ انا عندي سكر يا دكتور. قول له لا يا حبيبي هذا الدواء مضاد ابصار، مش ابسورب اللي يرد من الجلوكوز، ده عباره عن دواء هو كربوهيدرات بس مش ابسورب. طب ايه جماله؟ ان هو اوزموتيكالي اكتف. يعني ايه يا دكتور؟ يعني هو بيعمل هاي اوزمولاريتي في الكولون، هو مش ابسوربت في السمول انتستين، خلي بالك مش ابسوربت في السمول انتستين، بينزل في الكولون يروح جاي في الكولون واخد ميه ويروح نازل يعمل لك ووش، لان الاوزمولاريتي بتاعته عاليه. بس عايز اقول لكم معلومه عن اللاكتيلوز كدواء امساك، يا ريت اعيد هذه المعلومه ليك يا دكتور. احنا عايزين نبقى حاجتين، عايزين نبقى طلبه شطار، وعايز لما اطلع ابقى دكتور امارس الدكتور خالص. ولا انتوا عايزين حاجه واحده؟ قول انت عايز ايه؟ لا فهمني بس انت عايز ايه؟ عايز تبقى طالب وخلاص كده وتروح تنطش؟ انا عندي الشغل ده موجود، عندي مش مشكله، هنقعد مع بعض واروقك واخليك تجيب امتياز كمان. ماشي يا عم؟ اطلع بقى واجه، هتلاقي نفسك طلبور. اقول لك اهو اكتب على الشمال يا كتكوت للي عاوز، مش عاجبك بس عشان شكلنا كده هنتخانق قريب. بس اكتب اللاكتيلوز ده بيشتغل كلاكستيف مش قبل 4 ايام من الاستخدام. دي مشكله في دكاتره كتير مش فاهمين القصه دي. لو شفت انت بقى اللاكتيلوز الشركه عامله منه عبوه صغيره، جدع برافو عليك جدع، ده انت شايف السؤال. وعامل كمان الشركه عامله عبوه كبيره، خلاك بالكلام ده هو ده الشغل. فيقوم العيان يشتري لاكتيلوز يروح مديله العبوه الصغيره، فالراجل يقعد يشرب في العبوه ما تاخدش 3 ايام 4 ايام تخلص قول ده انا خلصت ازازه وما حصلش نتيجه. يوم ما يجيبوش ده فانت تقول له اعمل حسابك يا حاج، انا بتكلم على اللاكتيلوز لما هديه. لان بص يا جماعه، امن دواء في العالم للامساك لاكتيلوز. هيقول لك خدته ما عملش حاجه، لازم يعني بس اصبر عليه، اصبر 5 ايام كمان. خلي بالك اللي انا بقوله ده. فعشان كده انا اقول له ايه؟ بقول لك يابا انا عايزك تشتري، قول له كده عايز لاكتيلوز اللي عجبوها كده تلاقي ازازه حلوه واربع منها وربنا هيكرمك. يقول لك ايه؟ ده في ناس دلوقتي لا مسكت، ده انا مسكت الازازه شربتها كلها ولا حاجه حصلت.
جامدك يا ناس اللي معلمك علام ما شاء الله علام. وبعدين خلي بالك في ملحوظه ثانيه، بس لو لاكتيوز ما اتخدش بانتظام، يعني مثلا ايه خد يومين وقف يوم ورجع، انت ما خدتش حاجه. انا بس بفهمك عشان العيال يقول لك ايه اصل يا دكتور ما جابش نتيجه، هضطر انا ندي ايدي على ادويه لاكستيف في الفيوتشر هتبقى وحشه عليك. خلي بالك ده ذا سيف لاكستيف. خلي بقى شغل البراكتس بقى، انا قلت الكلمتين خلاص، انا قلت لك الكلمتين وخلاص. تعالى بقى دكتور نشوف اللاكتيوز بيعمل ايه. اللاكتيوز ميستو بيعمل ووش للكول، ياخد الميه والمودك اللي اكتف يروح ايه منظف القولون. دي انا عاوزها ولا لا؟ عايز لا، لان الكولون بقى مليان لحمه ومليان بروتينات وقرف وبكتيريا. نظف يا راجل نظف. وبيعمل حاجه ثانيه بقى، بص بقى اللاكتيلوز بيعمل ايه. اللاكتيلوز بيتحول في الانتستين الى اورجانيك اسيد بفعل مين؟ البكتيريا في الجوع. وكلمه اسيد يعني في ذره مين؟ الهيدروجين. انا عندي في حاجه وحشه كده في الامعاء دلوقتي كتيره، امونيا. الامونيا ايه يا جميل؟ NH3. يروح الهيدروجين ده واخد الامونيا ويبقى امونيوم. امونيوم يعني NH4. الامونيوم مش ابسوربت من الانتسك. يبقى تاني انا خدت لاكتيلوز، اللاكتيلوز تحول الى اورجانيك اسيد في ذره هيدروجين، مسك في الامونيا خلاها امونيوم، والامونيوم على الشارع مش هتبقى ابصر. يبقى دي قيمه عليا للاكتيلوز. ده مهم جدا، لازم يعمل. ولازم بص يا دكتور يديله فلاجيل خلطه فلاجيل او جاستروبايوتيك لاكتيلوز عشان عايز الفرن. فاضل حاجه ثانيه وهي اهم واحده وسهله، انما لازم حط الشرابيه اكتب عليها بص هامه للغايه، لازم يعملها. الحقنه الشرابيه انت مفروض كطبيب تبقى عارفين بتتعمل ازاي، لازم تبقى عارف بتتعمل ازاي. بص يا دكتور خلي بالك عشان تبقى بس ايه يعني متخيلها بسرعه كده. الحقنه الشرابيه دي عباره عن ايه؟ برضه عشان ما يصحش انا طبيب ومش عارف الحقنه الشرابيه. ده مش معناه ان انا هعملها للعيان، لا طبعا النرس اللي بتعمل والتمرجي بيعمل، بس انا لازم ابقى عارف. فرضنا اتزنقت في حد قريب، فرضنا اتزنقت في ابني، ما اعرفش اعمل ايه، ابني حقنه شرابيه ولا ايه، طرطور في البيت ولا ايه؟ مش يقول لي ايه؟ قال لي عامل ايه؟ كونتينر جميل كده وتلاقي خرطوم طويل طويل كده ما شاء الله، حلو دولار، وفي في اخره ايه؟ خازوق في المكتب. الخازوق ده هو ده اللي ايه؟ وتلاقي الخازوق ده عليه علامه كده. بس فانت بتملى الكونتينر ده ميه، طبعا ميه تبقى دافيه مش ميه ساقعه، تخش في الراجل ميه ساقعه. الراجل بينام على جنبه، انت بتجيب فيه كده جل، لازم تبقوا عارفين اسمه، اسمه ايه الجل ده؟ كي واي جل يا لئيم، يبقى الكي واي او كي يو، الحاجات دي معروفه. ده جل بيتباع بقى عشان ايه بقى؟ الاساطر والرايل تيوب تركب لبرك، حاجه لازم نبقى عارفينها كي يو او كي واي. فالمهم الكي يو جل ده انا بحط على البسبوز الخازوق ده كده، انام الراجل على جنبه واروح انا مدخل الايه؟ البتاع خالص. خلي بالك بقى الراجل نام على السرير صح؟ الراجل نام فين؟ على السرير. يبقى وانت بتركب الانما في الراجل لازم الكونتينر بتاع الميه يبقى فين؟ يبقى مستواه لا، وانت بتركب تبقى في الارض لحد ما تركب.
وبعد ما تركب وتتاكد ان هو دخل مظبوط تروح رافع الكونتينر بالجرافيتي هتلاقي الميه تروح داخله فهمت ولا ايه؟ يعني انت ما تخليش الكونتينر فوق وانت اللي تركب هتغرق الدنيا فاهم ازاي؟ وتلاقي بتاع الميه بتنزل منه بسرعه تروح داخله في عين الراجل وتغرق السرير بس كده وبعد شويه هتعمل ايه؟ ها؟ تعمل ايه بعد شويه بقى في الراجل ده؟ في بتاع كده في ناس بيبقى مصحصح بعد ما اعمل له الانيما على طول اروح قايل له ايه؟ يلا قوم بقى يلا خش على ايه؟ في التواليت على طول واقعد او لو انا مثلا شايف ان الراجل يا عيني يعني تعبان كده الله فين ابنه؟ الله وانا ابويا انا كده اسيب ابويا اروح شايله وحاطه على التواليت فاهم ازاي؟ مش قادرين في بتاع كده بتبقى ما شاء الله حاجه كده بيسموها ايه دي؟ لا هي ليها اسم كده مش القصريه يعني حاجه زي يعني حاجه زي كده بس يعني ايه اللي هي بتبقى اسمها ايه اللي هو بيعمل فيها وهو نام على السرير بتحطها تحتيه هو الراجل نام على جنبه احطها تحتيه وبعد الانما اروح عدله واروح طالع على جنبه لانه هو هيكسر الدنيا بعد شويه خلي بالك الانما ضروريه احب اقول لك معلومه لو ما عملهاش هيموت ايش يفقص اذا بنضف كله ده ساعات بيضيفوا على الانما كمان مع الميه لاكتيلوز ساعات يحطوا لاكتيلوز على الانما يبقى انا بص عايزك تبقى حافظ كده بص انما فلاجيل كويس لاكتيلوز انما فلاجيل لاكتيلوز دول اهم ثلاث حاجات في بقى حاجات كده مكتوبة يقول لك كده يقول لك ايه اللي دوبة مش عارف في ده ده اسمه الا ارميسين مش مهم الحاجات دي ده كلام كله نص هسألك سؤال هو العيان ده هادي ولا ريدو فتلاقي العيان ساعات تبقى انت مش عارف تديله الدواء ولا عارف تعمله ايه ولا عارف تعمله حاجة وبيبقى العيان دكتور بص ساعات بيبقى عافي العيان بيبقى جامد ليه عمال يرفص يقول لك بيكسوري بيبقى عامل زي الخروف اللي هو بعد ما انت ذبحته انت ما ذبحتوش كويس الصراحه وعايز تسيطر عليه ده فالحل ان احنا بنروح مكتفينه نمسك بس دراع نروح ماسكين دراع ونروح مدينه حقنه عشان يهمد عشان نعرف نشتغل بس خلي بالك انت هتدي له ايه؟ سيديشن وهو اوريدي الكونشنس وحش هتلاقي مكتوب ايه؟ عموما المهدئات ممنوعه الا للضروره القصوى يعني هذه الجمل اللي انا بقولها بالعربي دي الجمل هامه دي زي انت بتروح كاتبها على طول المعوزه من نفسك الايه؟ المهدئات ممنوعه الا للضروره لان العين ساعات بيبقى مدشدش الدنيا طب هديله دواء اسمه ايه ميدازولام الميدازولام هو بنزو بايزيدين ايه مثله شورت اكتين هي دي الحلاوه انا عايز الاقيه بس اخري لف شويه عقبال ما اتنيل اعمل له الانما واركب له الكانيولا واحط له رايل تيوب يعني عارف العيان بيبقى كريتيكال طب وايه كمان؟ ايه كمان برضو؟ لازم يبقى معايا انتي بنزو ديازيبين اساسينتاين عشان ساعات يعني ياخد الحقنه يروح ايه يتاخد في كوما اسمه ايه الدواء ده في السوق؟ هتسمعه كويس قوي اسمه دورميكان كلمه دورميكان دي في عالم الطب مشهوره يقول لك ده احنا ادينا له دورميكان عشان ايه؟ ناقص في السوق الايام دي يا ولد ده طبعا ده انت شغال جامد يا ابن الايه؟ بص يا دكتور كل حاجه بقت ناقصه دلوقتي في السوق طبعا من ساعه ما الثوره قامت يا ابني في حاجات ناقصه طيب تعالى بقى نشوف نظر ترندز في العلاج في بقى علاج ريسنت يقول لك نعم اسمه ايه؟
لا 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 الميدازولام اللي هو مكتوب ده مش كده ميدازولام ولا ايه؟ ده بنزودازيبين شورت اكتنج هو اسمه التجاري دورميكا. انا ليه بقول الاسم ده؟ عشان هو مش هيقول لك انا اديت له ميدازولام. هقول لك اديت له الدورميكا. حتى لو سالت الدكتور ايه الدورميكا ده؟ ساعات بيبقى فيري كومن يبقى ناسي اسمه العلمي. طب وبعدين انا اعرف ايه دلوقتي الدورميكا؟ خلاص انا عرفت فيري كومن. طيب دلوقتي بقى في دواء اللي هو حاجات بقى ريسن. حاجات ريسن زي ايه بقى؟ هيمو برفيوجن. سمعنا اللفظ ده فين قبل كده؟ سمعنا هذا اللفظ قبل كده في الايه؟ في الشرعي. في الشرعي كان يمرروا دم المريض على شاركول. فاكرين؟ يمرروا دم المريض كده جهاز ياخدوا الدم زي الدياليسيس بس يمرروه على شاركول يا ابزورب التوكسينز. كويس. هو مش فعال قوي. في حاجه ثانيه اسمها بايو ارتيشيال ليفر سبورت هتيجي سيرته بعد شويه اللي هو عارف ايه يا دكتور برضه حاجه حلوه بصراحه. عاملين هما يا دكتور انابيب صغيره محطوط عليها فايبل هيباتوسايت يعني هيباتوسايت محطوطه على التيشو كالتشر. بيجيبوا الهيباتوسايت منين؟ ممكن فولنتير من بايوبسي ممكن من الانيمالز واكثر من الانيمال ويصنعوا لك انابيب مليانه هيباتوسايت عايشه ويمرر الدم بتاع المريض سايكلز كتير على هذه الهيباتوسايت. فالهيباتوسايت تتعامل مع التوكسين. حاجه غريبه دي مش كده؟ علم يا ابني علم شغال. ما الكلام ده موجود بس هو مش موجود عندنا. ايه كمان؟ انتي بنزو ديازيبين. ليه بقى يا دكتور؟ ارجع كده لتوكسين احنا ذكرنا اسمه في الميكانيزم شوفوه كده اسمه جابا. الجابا ده بيشتغل على ايه؟ بيشتغل على البنزودايزيبين ريسبتور. في حاجة اسمها بنزودايزيبين ريسبتور او نقدر نقول الجابا ريسبتور. فبيقول لك الانتي بنزودايزيبين دي مهمة جدا لان على ما يبدو الجابا لما علي اشتغل على البنزودايزيبين ريسبتور. حاجة غريبة اوي. كأن الراجل واخد فاليوم. العيان كانه واخد فاليوم جابا عالي شغال على البنزودايزيبين ريسبتور. طب انا هدي بلوكر للبنزودايزيبين ريسبتور اللي هو اسمه ايه؟ خدناه في التوكسيكولوجي فلو مازينيل. فاكرين الاسم ده؟ فلو مازينيل. كان اسمه حتى انكزيت. انكزيت ده الاسم كله اسمه سوف انكزيت. ايه؟ طعن الليبر. في بقى بعد كده لما العين بتحسن بنبدا نعمل ايه بقى يا دكتور؟ نبتدي بقى نزود البروتين شويه. نبتدي بقى نديله يعني شويه يمشي بقى على الكيلوز على فكره. العيانين بقى ما تلاقي الراجل الان بيقول له بص يا حاج بقى هنزود لك شويه بروتين بس نمره واحد نمره اثنين بالبلدي كده اهو. امشي بقى على الكيلوز. عشان ايه؟ عشان خلي بالك بقى من الدوز اوف لاكتيلوز بس اللي فوق اثناء الكوم. في واحد يزنقك في الدوز. خلي بالك من الحته دي. الدوز كام؟ شوف هالي جاب كده من 10 مليليتر الى 30 مليليتر. مين يقول لي 10 مليليتر يعني ماله ايه؟ ماله ايه؟ معلقة كبيرة. 5 مليليتر معلقة الشاي. الحاجات دي مهمة يا ابني. كويس؟ ال 10 مليليتر المعلقة الكبيرة. أنا ما أخبيش عليك أنا ما صدقتش الموضوع ده خالص. ما صدقتوش لما قالوه. عارفين السرنج ال 10 سم دي؟ سرنج 10 سم كلها ميه. ادوا الميه كده في معلقه كبيره. هي فعلا معلقه كبيره.
تخيل مش كده مش كده بقول لك ايه يا دكتور يا دكتور بس انا مال انا قصص تانية ماليش دعوه بيها في مكيال احيانا في بعض علم وعلم ما فيهاش مكيال هنعمل ايه دلوقتي انا مصدق مش قصتي يا دكتور مصدق طيب تعالى بقى نشوف حاجه مهمه جدا فبص بيقول لك ايه اضبط الجرعه عشان تحصل على تو اللفظ ده حط عليه خط تو سيمي سوفت ستول يعني انا عايزه يعمل مرتين في اليوم ديفيكيشن بس الستول يبقى سيمي سوفت ايه فوق اسمه فوق في العيال لا في الاكتلوز فوق ليه مكتوب تحت في الباراجراف واكتب يوقف عند حدوث ضيارية اكتب بقى الجملة دي فهو الراجل يقول لك عند تديله اللاكتلوز قد ايه اصل اللاكتلوز السلاح ذو حدين لو عمل له ضيارية الضيارية نفسه يزود الهيباتيك انكريز انا عايز اعمل ووش للكولون بس بطريقة معينة اعرف ازاي ان هو يعمل مرتين بس في اليوم والستول يبقى صفر شوية ما يبقاش يعني ضيارية ما يبقاش في برضه امساك واذا حدث حتى نكتب كده يوقف نكتبها كده على الروشتة او فين في المستشفى لاكتلوز كذا 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 جنبها يوقف عند حدوث امساك الجملة دي بفلوس كلمة يو اكتب يا بابا ما تكتبش دي لا كده اهو يوقف عند حدوث امساك الكلمة دي الأكبر منك هيقعد يعلمك هكتبها ازاي؟ هكتب ازاي؟ مش هتعرف. لازم تسمع اللفظ عشان تعرف تقول ازاي. معلش نيجي بعد كده بقى نقول آخر حاجة لما بدأنا الصفحة بقى هنلاقي في موضوع صعب شوية اسمه فالمن ليفر فيلير. اكتب عليه إن ده كارثة. أول ما تسمعها يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. أنت عند في الغالب في الغالب هو إيه هو معناه؟ هو acute liver failure. خلي بالك يا دكتور ده إيه؟ acute liver failure. حصل إزاي؟ حصل في مريض انا هديلك كده بالبلدي الاول مريض يا اولاد جاله ايه اكيوت فايرال هيباتايتس مريض جاله ايه اكيوت فايرال هيباتايتس راح داخل في هيباتيك انكيفالوباسي يعني قمه الليبر سنتيليا في مده اقل من 8 اسابيع ويزود بص الكلمة pre-existing liver disease من غير ما يبقى عنده liver disease في الأصل يعني ما ينفعش تيجي تقول لي ايه طب انا ليه بقول كده عشان احنا خدنا نوع للانكفالوباسي النهاردة كان عبارة عن ايه liver cirrhosis في الأصل وجاله precipitating factor عمل بازل خد diuretic مش عارف ايه مش كده جاله جي اي بليدنج لا ده انسان كان نورمال جاله اكيوت فايرال هيباتايتس مثلا هوب راح داخل في هيباتيك انكيفالوباسي في مده اقل من 8 اسابيع وزاود 3 اكزيستنج ليفر ديزيز ماشي دكتور هو ده الموضوع طبعا هو في منه تايبس بس اي ثينك هاز تايبس لا يعني شيء انا يهمني ان انا اعرف هذا اللفظ طب ايه الكوزز بالعقل بقى تقول لي ايه خلي بالك هيباتايتس ايه بس تقول لي نص هيباتايتس بي وخلي بالك ها افكرك هيباتايتس اي بريجننسي خد دي كمان هيباتايتس بي مع الدلتا بس يا ريت تقول كور انفكشن لو تحب تقول تحطها او انفكشن طب مين تاني يعمل هذا المرض باراسيتامول توكسيستي
توكسيستي. الباراسيتامول توكسيستي عبارة عن كام يا دكتور؟ 15 جرام. القرص على فكرة، قرص الباراسيتامول أو قرص البنادول 500 مللي، يبقى أنا هاخد 30 قرص. وان دوز. طب هو مين اللي بياخد 30 قرص؟ اكتب إن دي بتبقى حالة انتحار. ده حد بيدعي عنك إنه ينتحر. خلاص، ودي أحد الطرق على فكرة في بعض البلاد، إن هو ياخد باراسيتامول، لأن الباراسيتامول هو موجود يعني ممكن الصيدلي يدهولك. أصل خدت جبت بره، مش عاجز خدت، ده بيديني كذا. لا حد بيديني. ما ينفعش طبعا. مش أي حد معدي كده. فدي نقطة. إيه كمان برضه يا أولاد؟ عارفين مرض ويلسون؟ ساعات بيعمل فلط من الهيباتايتس قبل ما الليفر يستوي ويخش في السيروزس. ده المريض الكبر زاد مره واحده راح بفردك الليفر. في كمان حاجه انتوا خدتوها في نزل السنه اللي فاتت اسمها ايه؟ اكيوت فاتي ليفر اوف بريكس. خلاص كده؟ هتقول لي ايه يا اخوي؟ ورا موجوده ورا. اكيوت فاتي ليفر اوف بريكس. ايه كمان؟ انترافينس تتراسايكل لارج دوز. ده مش كويس خالص يا جماعه، يعني حتى انتوا تلاحظوا كده، انت اسال كده، هو في تتراسايكل انترافينس؟ هو في، بس مش كومن خالص في اليوز بتاعه، شكله كتير. خلاص كده؟ في حاجه احنا خدناها في الاطفال السنه اللي فاتت كانت اسمها ريز سندروم. فاكرين اللفظ ده ولا لا؟ ريز سندروم. ايه هو الريز سندروم؟ طفل عنده فيرال انفكشن وخد اسبرين. بص هي القاعده، بص يا دكتور، بلا فيرال مالهاش عرف ان دي فيرال. الواد صغير، انت تعرف عنده ايه؟ عشان كده يقول لك ايه، بص الاطفال كلهم اللي عندهم سخونيه بتلاحظوا بياخدوا ايه؟ باراسيتامول. لو المواضيع مش جايبه الحراره مع الباراسيتامول بندي ايه؟ ندي ايه؟ نون سترويد انتي انفلامتوري. عارفين الفولترين والكتافلام؟ في منهم شرب للاطفال، وفي نقط للاطفال، وفي البوس للاطفال. خلي بالك، لكن تديله اسبرين لا، ما ينفعش. لانك لو ده الولد ده عنده فيرال انفكشن وانا اخص تشيكن بوكس، هتقول عندك تشيكن بوكس. او احيانا الانفلونزا او بارا انفلونزا وخد اسبرين، بيحصل له يا دكتور فالمنت ليفر فيلير. حاجه غريبه جدا، بيقول لك الحركه دي تعمل، هتشوفها جايه في الخلف كده، تدمير للميتوكوندريا ومشكله كبيره جدا. بيعمل نوع من الفالدي ليفر العنيف الاكيوت. يبقى اوعى تدي للطفل الصغير الكلام خالص. اي طفل عنده سخونيه. طب تعالى بقى نشوف هو العيان ده كلينيكالي عامل ازاي؟ كلينيكالي عامل ازاي؟ هو هيباتيك انكيفالوباسي. بص بقى الكلمه، كما سبق ويزاوج بريسيبيتيتنج فاكتور. مش محتاج. انا عندي اكيوت ليفر ديزيز عنيف وصلني الى هيباتيك انكيفالوباسي بدون بريسيبيتيتنج فاكتور. اهي دي اسمها ايه يا جميل؟ اكيوت هيباتيك انكيفالوباسي. هي دي بقى الاكيوت. ممكن تجيب لي اول صفحه في الهيباتيك انكيفالوباسي؟ هنبدا بسيادتك لمؤاخذه، هنبدا بسيادتك والله. ده صفحه كام يا معلم؟ صفحه 45. بص، اول نوع من الهيباتيك انكيفالوباسي هي اكيوت هيبي، يعني بالمنت ليفر فيلير. ده عيان طازه في طازه، ما عندوش حاجه كرونيك، والليفر تحطم ووصل الى انكيفالوباسي وزين شرطه، حاجه بتبقى والعياذ بالله يعني بيبقى حاجه وحشه. طب العيان ده بقى هيبقى عنده ايه اللي زايد عليه؟ حبة كومبليكيشن. بس الكومبليكيشن ايه؟ زي الفل.
الكومبليكيشن دي انا كاتبها مع العلاج بصراحه، يعني انا كاتب الكومبليكيشن اوف بالمنت فيلير غير انه ليفر سيل فيلير. يعني هو ليه البالمنت فيلير وحش وحش؟ معلش عايزين نبص بصه على الكومبليكيشن من خلال التريتمنت. بص العيان بيحصل له ايه، بص كلام مخيف. هايبوكلاسيا، هايبوكاليميا، هايبوناتريميا، انفكشن ليدنج برينيديما، لاكتيك اسيدوزيس، يبدو لينا الفيلير. الله، كل ده غير الليفر نفسه. فتلاقي المريض، يا سلام جاب الكومبليت، المريض محاصر من كل الاتجاهات. فانت لما تسمع كلمه فالما ليفر فيلير لازم تبقى فاهم ان العيان ده رول مش كويس. ما ينفعش تقول لاهل المريض لا 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 كويس جدا، بس هو تعبان ربنا يستر، انتوا بس بعيونه وربنا يكرمكم. انتوا حاطين بعض ما ينفعش تؤتمر الناس جامد وانت عارف ان عيان بيموت. ما ينفعش. طيب تعالوا بقى نشوف الانفستيجيشن. الانفستيجيشن هتلاقي ايه؟ ده ليفر سيل فيلير. انتوا كده فكر كده. بروثرومبين تايم. بروثرومبين بيليروبين. عالي. السيروم قلبه من هنا ممكن يوطى في بعض الاحوال مع البروجريسيف ليفر دامج. دي بقى حاجه غريبه جدا. الانزيمز تعلى بس بعد فتره مش هتلاقي اصلا الليفر ده فيه انزيمات اساسا. الليفر اتفلت. ايه ده الانزيم كويسه؟ يا عم كويسه. الليفر فلس ما عندوش انزيمات. في كمان حاجه جميله جدا. عارفين الراديو ايسكوب سكان في الليفر اللي هو ايه؟ ايه الراديو ايسكوب سكان في الليفر؟ اللي هو بيسموه بالعربي المسح الذري على الجبهه. مسح ذري. المسح الذري ده كان ايه لو تفتكروه يا اولاد؟ كان تكنيشيان. ماده مشعه بحقنها في المريض انترافينوس. ماده مشعه. انا بحقنها في المريض انترافين. خلاص كده؟ فالليبر بيعمل لها ابتيك وبعدين تيجي الجاما كاميرا تصور ونشوف الليبر عمل ابتيك ازاي للماده المشعه. هنا الليبر بص نو ابتيك. مفيش. هتدي ماده مشعه الليبر يجي يعمل ابتيك؟ مفيش ابتيك. معناه ان الليبر صفر. الدنيا بايظه زي ما شايف اهو. في بقى ساين مهمه قوي وفي بروبلم كانت موجوده الحقيقه عندكم برضه. فالراجل عايز يقول ايه السونار ايه فايدته؟ فعايزك تكتب جنب السونار ان هو بيوريني السايز بتاع الليفر. واكتب حاجه غريبه قوي بتحصل في الليفر. عارف ده ايه يا دكتور؟ يقول لك كل كام يوم لما تعمل سونار تلاقي الليبر بيقل في الحجم. اكتب بيحصل بروجريسيف ريدكشن في الليفر سايز. الكلمه دي كاركترستيك قوي في هذا المرض. بروجريسيف ريدكشن في الليفر سايز. شفت ازاي؟ ادي الموضوع. يعني تحس ان الدنيا بايظه. الفارمنت فيلير للاسف الشديد لما انت بتسال عنه ككوزز بتنسى اسبابه. فاحنا نكتب شويه حاجات على الكوزز. طبعا فايرال بيولوجيك يعني فايرال مش كده؟ بعد الفايرال في عندك ها؟ لا يعني بص انا عايزك تكتب جنبه كل واحده كلمه. جنب الفاتي ليفر اوف بريجنانسي جنبها كده على الهامش الست الحامل. انت تفتكر اشخاص بس عايزك تفتكر اشخاص. الست الحامل وري سندروم الطفل اللي خد اسبرين. الجمل دي مش هتنسى ان شاء الله. وفي مين كمان؟ عارف في واحد احنا نسينا نقوله اللي شارب خمره بدينه. شارب خمره جاب يبقى ايه؟ اللي سكران.
في واحد سكران هنا، يبقى هنا بص ايه، واحد سكران، واحدة حامل، طفل واخد اسبرين، والباراسيتامول واللي انتحرت، في واحدة ست انتحرت، يبقى هنا تحس ان حالات ايه، واحدة حامل، واحدة من انتحرت، طفل، واحد سكران، تحس ان هما كده يعني ايه مجموعة متميزة. يبقى انت تاخد بالك من الكوزيز. طب انا هعالجه ازاي يا بابا؟ انا هعالجه زي الهيباتيك انكفالوباسي. ممكن تقولوا لي لو جيت قلت لك علاج الهيباتيك انكفالوباسي، انا عايز اسمع ثلاث كلمات. بص انيما تنكلو او ظبط انيما تنكلوز بس ثلاث خلاصه. طبعا انت بس انت بقى لو جه سؤال ريتن تقعد تكتب شويه، يعني تقول له الثلاثه دول كده، هتلاقي في ناس كاتبين بقى شويه حاجات كده برضه ايه، بس ده الاساس. ان الديوز هو ده العلاج، زائد بقى المريض ده بقى هنعالجه من الايه؟ الكومبليكيشن. اول كومبليكيشن عارفين ايه؟ هايبوجلايسيميا. ليه؟ ما هو الليفر بقى ما فيهوش جلايكوجين ولا هيعرف يعمل جلوكونيوجينيسيس، فالراجل ده السكر هيوطى. لو السكر وطي ممكن يطفص، يبقى انا لازم اديله جلوكوز. دي مهمه جدا. تلاقي العيانين دول بيجوا المستشفى، تلاقي الراجل ايه بقى؟ الدكتور بيتعامل معاه ان هو هيباتيك انكفالوباسي عاديه، فيقعد يدي انيما نيوماس لاكتيلوز ويسقط وبتاع، مره واحده تلاقي الراجل مات. هو بعت التحليل، احنا بنبعت التحليل في الاول، تيجي النتيجه بعد ما الراجل يموت عشان تبقى عارف. تقرا تلاقي جلوكوز 15، الراجل مات من هايبوجلايسيميا. طب يا جماعه خلي بالكم بعد كده لما ندي جلوكوز، شفت ازاي؟ هايبوكاليميا. طب الهايبوكاليميا سببها ايه؟ دايوريتكس. دايوريتكس ايه كمان غير الدايوريتكس؟ دي مهمه جدا، هي حاجة مهمة جدا. أنا بدي للعيان جلوكوز، وكل ما اديله جلوكوز الانسولين بيطلع، فالانسولين يطلع يروح مدخل البوتاسيوم انتراسيلولار. كلنا عارفين ان الانسولين زي ما قلت في الاندوكراين بيدخل بوتاسيوم ايه؟ انتراسيلولار. فانت لو قعدت تدي الواحد جلوكوز 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 جلوكوز، الانسولين يطلع يروح مدخل البوتاسيوم، وانت عملت تديله دايوريتك من ايه؟ لان ممكن المريض يبقى عنده شويه اديما، عنده شويه اسايتس من الهايبو البومينيا، وانت بقى ايه؟ الدكتور ابو جهل وعمال يديله في ايه؟ طيب هايبوناتريميا جت منين؟ بص يا اولاد، الكلى عندها قدره خاصه اسمها فري ووتر سيكريشن او اكسكريشن. يعني ايه يا دكتور؟ انا دلوقتي واحد فينا راح ماسك اذا ستيم ميه من دول دلوقتي وراح شاربهم، دي ميه كتير، دي هتعمل لك ايه يا دكتور؟ تعمل لك دايليوشنال هايبوناتريميا مؤقته، بس الكلى بتاعتنا هتكسكريت الفري ووتر. ميه بتلاقي اليورين نازل ابيض شفاف زي الميه عشان يسقط الصوديوم. هذه القدره غير موجوده في هذا المريض. يبقى هنا الليبر، هنا الكيدني انيبل تو اكسكريت الفري ووتر. يعني البني ادم لما يشرب ميه كتير هو مش هيشرب، هو في كوما. انا اللي عمال اديله في رايل تيوب بشربه ميه، بديله فلويد، فالمريض ما بيقدرش ينزل الميه زياده من جسمه، لان التوكسينز بتاعت الليبر مبوظه الكيدني تيوبين. يبقى شايف الراجل عمال يجيله ايه؟ طب الراجل ده اعمل له ايه؟ اعمل جنبه كده فلويد ريستريكشن. ما تقولش بقى ايه ده الصوديوم وطي اديله صوديوم، لا، هنا هنعمل فلويد ريستريكشن. خد عندك بقى الكومبلمنت بيتخلق في الليبر، هيجيله ايه؟ انفكشن. فاكتور اوف كويجوليشن بتتخلق في الليبر، بليبيا. الراجل هيجيله حاجه اسمها هيباتورينال فيليار، هندرسها بس في النفروج. جنب هيباتورينال فيليار كده اكتب انظر الكلى، انظر الكلى.
بص بقى كمان هيحصل برين إيديما ان شاء الله هنبقى نعرفها. تعرفين البلاك برين بارير دي يا اولاد والبرين كابيلاريز. هنا هي البرين كابيلاريز لها برميابيليتي معينه. البرين كابيلاريز لها برميابيليتي معينه. فهنا البرميابيليتي بتبوظ فبترشح ميه زي ما هنشوف ان شاء الله وهتعمل برين ايديما. يعني مصايب. وحاجه اسمها لاكتيك اسيدوزيس، لان اللاكتيك اسيد بيتكسر في الجراح. يعني حاجه اسمها لاكتيك اسيد بيتكسر في الجراح. التوكسين بتاعت الليبر بتبوظ السريبرال كابيلاريز وتخليها ترشح ميه برين ايديما. نحس ان المريض بيتجهد. طب ايه الحاجه اللي هتنقذ هذا المرض؟ ايه الحاجه اللي هتنقذ هذا المريض؟ الحاجه اللي هتنقذ هذا المريض هي زرع الكبد بشكل غير شرعي. اصل هو هيموت يا دكتور، هو هيموت كمسلم. بره بقى لا بيبقى عندهم امكانيه يزرع ليبر فورا. طب ازاي هيقدر يزرع ليبر فورا؟ الاول بيعملوا ايه؟ بيحطوا العيان على حاجه اسمها artificial liver support اللي هي ايه بقى؟ اللي هي ايه؟ بيمرروا الدم العيان على living hepatocyte زي ما قلنا في الانابيب كده، وتلاقي الدم يقعد يعدي على هذه الهيباتوسايت ما شاء الله، وتلاقي الدنيا تبقى كويسه. بس لحد امتى؟ لحد امتى؟ لحد ما يزرعوا له الليبر. الليبر بقى هنا الزرع هنا خلي بالك في نقطه دي حقيقه كده لازم نبقى عارفينها. هو الليبر احنا خدنا ايه عنه من زمان؟ ان الليبر لما بيبوظ بيحصل له ريجنريشن. هنا الانسلت اللي حصلت دي حصل هيباتيك نيكروسيس، بس الليبر هيريجنريت. بس الليبر عبال ما يريجنريت العيان ممكن يكون مات. يعني ممكن عشان يريجنريت عايز له شهرين مثلا. انت هتقدر تكيب البيشنت ده الايف لمده شهرين او ثلاثه؟ مش عارف. فعشان كده بيعملوا حركه مهممية. هتلاقي في لفظ كده مكتوب اسمه ايه؟ اوكسيلياري ليبر ترانسبلانتيشن. اسمه ايه اللفظ؟ اوكسيلياري ليبر ترانسبلانتيشن. يعني ايه اوكسيلياري؟ ساعد. ايه؟ ساعد. يعني اوكسيلياري بقى يعني ايه؟ بص يعني مؤقت احتياطي، يعني زي ما تقول. يعني ايه بقى هما بيعملوا ايه؟ بص بقى الفكره جت ازاي؟ بص انا دلوقتي الليبر بتاعي اخباره ايه؟ الليبر بتاعي دلوقتي بايظ، بس انا لو اعيش بس شهرين ثلاثه الليبر ده هيرجع. النيتف ليبر يرجع. فهم بيحطوا ليبر يعني بيزرعوا له كبد جنب النيتف ليبر، يعني بيسيب النيتف ليبر بيسيبه ما بيشيلوش، ويجيب الاوكسيلياري ليبر لاحتياط ان شاء الله ليفت لوب بس، يروحوا زارعينه بيسايد نيتف ليفر، يقوم الترانسبلانتد ليفر المؤقت يشتغل فالمريض يفوق. المريض يفوق يعيش يعني نورمال، ويفضل الاوكسيلياري ليفر شغال لحد ما النيتف ليفر بتاع المريض يريكفر، ثم يشيل الاوكسيلياري ليفر والمريض يرجع يكمل بالنيتف ليفر. يبقى تاني. هو ده مع الفرنت بس يا دكتور ولا مع ايه يا دكتور؟ ده مع الفرنت بس. فرنت ليه؟ ليه بيعملوا كده مع الفرنت؟ اصل هو يقول لك ايه؟ يقول لك الليفر ده يرجع بس المريض هيموت. How can you keep the patient alive لحد ما النيتف ليفر يعود نورمال؟ فما فيش الا الطريقه دي اوكسيلياري ليفر ترانسبلانتيشن. دي طريقه خصيصه
للفالمنت ليفر فيليور ان هما يجيبوا ليفت لوب من ليفر ويحطوا الليفت لوب ده هو جنب النيتف ليفر. هتقول لي جنبه ازاي وانت مالك انت؟ في واحد بقى ايه ازاي هيحطوه جنبه؟ هو يبقى ليه مكان؟ طب هيخش بطن ازاي؟ مش كده؟ اللي هو بقى الخيال الواسع. طب وهي الوليه الحامل بتبقى حامل في ثلاث اربع عيال ازاي؟ ممكن تشرح لي؟ البطن يا ابني قد كده، انت ما تعرفش ده. في شويه بصل هيسموز وهيحطوه مطعم هيحطوه. المهم ان هو اوكسيليري ليفر اتحط هيخلي المريض عايش زي الفل لحد ما نيت الليفر يريكفر. ودي نقطه طبعا، دي حاجه يعني بصراحه رهيبه. في عندك بقى حته كده يعني دي اكتب عليها قراءه للعلم، اللي هو المربع ده بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان في ارتفيشال ليفر سبورت عباره عن ايه؟ في كذا نوع. في عندنا مثلا الهيمو برفيوجن اللي هو تمرير الدم على الشرايين، وفي اللي هي بايو ارتفيشال ليفر سبورت بيمرروا الدم على، خلي بالك بيمرروا الدم على اللي هي الانابيب اللي فيها ليفنج هيماتوسايت. دي بقى حاجه مستحدثه يعني مش لازم شخص بس اعرف اللفظ ده. حاجه اسمها ايه عندك؟ بص مارس. مارس دي حاجه جديده واكتب عليها بنسميها دلوقتي، اكتبها كده ليفر دياليسيس. بص بقى بيسموها ايه دلوقتي؟ ليفر دياليسيس. هم عايزين يوصلوا لايه؟ عايزين يوصلوا لايه؟ هم عايزين يوصلوا، انتوا عارفين الرينال فيلير بيعملوا له ايه؟ دياليسيس. الرينال فيلير لان التوكسينز قادرين يسيطروا عليها. دلوقتي هم عايزين يعملوا مكن دياليسيس للليفر. ده كلام بقى اللي هو الجديد اللي بيتعمل الايام وهيتعمل، هم هيفضلوا وراه لحد ما يجيبوه. هم بيوصلوا لايه؟ بيمرروا الدم على فلتر معين وكانه الكبد بيريموف هذه التوكسين. يبقى انت هنا مجرد بس اول سطرين في الموضوع ان هو المارس ده عباره عن موليكولر تكنولوجي معين بيمرروا الدم على سبيشيال فلتر ميمك الليفر، كان الفلتر ده هيشيل هذه التوكسين، بس لسه ما وصلوش للنتيجه النهائيه لان الموضوع مش سهل. هي عايزه بقى شويه ايه؟ تكنولوجي عالي. بس انت تبقى عارف الكلمه دي في هيمو برفيوجن مش ناجح قوي. بايو ارتفيشال ليفر سبورت يا فندم. وفي حاجه اسمها مارس اللي احنا هنسميها الليفر دياليسيس، ومش لازم تعرف الطريقه بتاعته ايه. انا كاتبها كده من اجل العلم وخلاص. انا يا دكتور طيب انا بس عايز اقول حاجه ان شاء الله كده. بصوا انا في عندي اللي هو دلوقتي الحاجات اللي هي جهزت اللي هو الاندوكراين والروماتيزم والبلاد يعني البرانشات اللي هي اللي ناقصه دي ان شاء الله. بصوا احنا بس عايزين ايه؟ انا ان شاء الله وانس هي خلصت في خلال ايام بالظبط كده. انا عشان في ناس فيكم مستعجل عايز المذكرات مش كده؟ في ناس يقول لك انا عايز مذاكره الهيماتولوجي وعايز مذاكره الاندوكراين مش عارف ليه وعايز مذاكره البتاع. اوكي انا اللي عاوزها انا ممكن هجيبها له، انا ممكن اجيبها لك، بس هجيبها لك هتبقى تقريبا يعني زي كده، هتبقى زي كده. بس هو الفكره لان انا بس ايه عايز انزل بقى اللي هي الطبعه الجديده بتاعت المذكرات اللي هي بتتعمل دلوقتي، هتبقى كالرز يبقى فيها الوان بقى واشكال كده حلوه عشان يا عم انت ايه تنبسط. مش انت عايز الوان؟ اصل انا حاسس كده، اصل انا دكتور عايز الوان عايز نلون فاهم ازاي؟ على فكره ده تفكير، معلش هو سوري انا مش موافق على الفكره دي خالص، مش مقتنع بيها، بس على الاقل يعني هي حاجه فيها كوميديا فاهم ازاي؟ انما خلاص هعمل لك الوان عشان ابسطك الحمد لله.
ازاي ماشي ايه بس ايه الناس اللي هو مستعجل شويه انا ممكن ابقى اجيب شويه مذكرات لان في بعض الناس يقول لك عندي راوند مش عارف فين هو مطولش ايه مطولش مش كده هنبقى نتفق وابقى انا اجيبهم لكم يعني كده ارمي شويه خدوا يا جماعه المذكرات اهي عقبال بس ما اللي هي الكلر تنزل ايه في المنطقه في بس حاجه كمان دلوقتي احنا عندنا ايه لا مش عارف بص في نقطه بس ما بص